والله ما لبني. مع اقتراب شهر رمضان باشرت اللجان المكلفة بتفتيش المخازن والغرف الباردة بحملات مداهمة ورقابة لتفقد اللحوم والزيوت ومختلف المواد الغذائية لضمان سلامة المستهلك وحمايته من السلع المغشوشة والاحتكار. بعد المداهمات اللي رانا ندير خرج الميدانية اللي رانا فيها وليت تنصب في الاحتكار تاع الزيت هذه اللي رانا لها دهمنا جروسيست وجدنا عنده 336 دلو صفيحة تاع زيت تاع 5 ريالات. قال لك الفوطارة، قال لك التجار صغار ما حبوش ياخذوا الزيت عليه باسكو فيها ربح صغير. من الجروسيست دي طيب ما نقدرش نقول لك، قلت لك بصح هنا السلعة راهي متوفرة والناس هاي تجي هاك تشوف اللي طاري يجيني كل يوم. بارك الله فيك يا ولدي، راك تشوف يا خير، انا نبعث لكم كل يوم وكوتيديان الزيت تاعنا. ها هي هاي الزيت، ها كانت لتحتها كاع خرجت يا عمي دولي دي طايون لي سيبر دي طاي. لا لا نهضروا على الكروزيت شحال يديها منهم الكروزيت، ما حبوش يفاكتيريو 59 ايه ربحوا كاع. حنا نشروها مسي فيتا 58 250 ونبيعوها 59 يهضر معاك لي سابق و 58 و 50 دورو. المشكله هنايا حنا دوكا كيشروها 58 و 50 دورو لازم نبيعوها 59 وماناش خارجين. فرض الفوترة على تجار الجملة جعلت كثيرين منهم يفضلون الاحتكار وخاصة بالنسبة للزيت، والمبرر هامش الربح الضئيل. ممنوع المشكلة كاع في الفوترة وما راهم يديروا حل. هذه اللي عملت نحو الفوترة هذه لا بيريود، ومن بعد كي تسقم الحر يعاودوا يلقاو حل. دوكا انا مسكين كروس يجي شي عليا 59000 شحال يبيعها؟ لازم يبيعها 60 و500 باش يخرج. كاين مازال معايا الكونتا اللي شفت بومر دا سنيدو. اي دومنا هذا ارتير ما تحوس على لا لا ما ديش هذه في ارتير هذيك سبيس اللي فيها التنبه تاع الضريبه هذا مش سبيس. اه واش حركت زين نخديو واش حركت خديها زيت نعم شحال نشريوها 59.5 60 حتى ل 60 يبيعوا في هذه كروسي ما حبيش يشريها. عاد الناس الشعبي يضرب 5 روات ولا 10 15 20 يدينها دو بيدون ترو بيدون هاتي بيدون خلي الاخر بيدون الاخر بيدون ويا ربي. يعني الاشكال في المواطن مواطن فينا مي با ريسبونسابلي حتى هنا فينا حنا كي تنقص الحاجه نولوا تدوي العجيزه. فوضى كبيره في السوق الجزائريه، غلاء في اسعار المواد الغذائيه، ندره زيت المائده، وشهر رمضان على الابواب والمواطن في حيره.